غير هي زراعه الكتان، عافاكم هاد لا طوندونس ديال زراعه الكتان نحاولوا نحيدوها من بالنا واحد شويه لانها فيها المضره. زرعه الكتان الا فتنا 15 يوم في الاستهلاك ديالها كتولي كتاثر على الكبد. يعني هي ماشي بحال الزنجلان، ماشي بحال الشيا، ماشي بحالهم. نعم، خصها تستعمل بفتره بالعقل محدوده بالفعل. شكون الناس اللي ما يقدروش قلنا ياخذوا زريعه الكتان؟ قلتي الناس اللي عندهم لو ديابيت او داء السكري. نعم، الناس اللي كيعانوا من مشاكل الكبد، ليباتيت بجميع انواعها، الناس اللي عندهم الكبد ضعيف، الناس اللي عندهم تشمع في الكبد، الناس اللي عندهم الشحمه في الكبده حتى هما ما خصهمش ياخذوها، وكذلك الناس اللي كيعانيوا من الامراض ديال الكيلي. فالناس اللي عندهم مشاكل الكلاوي نهائيا هاد لا النباتات ولا بحال هادشي اللي كيكون قاصح بحال زريعه الكتان يتجنبوا لانه عنده مخاطر ومضره عليهم. غادي ناخذوا اسئله اخرى على زريعه الكتان. معنا ليلى من الدار البيضاء وخديجه من مراكش. اهلا بك ليلى، عندك سؤال على زريعه الكتان. مرحبا. قالوا لي زوينه هي والفوار، حيت ولدي عنده فقر الدم. شحال في عمر الوليد ديالك؟ خمس سنين. فاختي بعدا ديجا الوليد عنده خمس سنين صعيبه عليه، لان الفوار مجهده على الكبده ومجهده على الكلاوي، والفوا كتسرع الدوره الدمويه، يعني الدماغ ديالو يقدر يتاثر في هذا الا عطيتيه الفوا. هذا من جهه. من جهه اخرى، ان زريعه الكتان فقر الدم وزريعه الكتان ما كاينش زعما شي علاقه كبيره. إيه، راه جميع المواد الطبيعيه فيهم واحد النسبه ديال الحديد، ولكن زريعه الكتان والاطفال بعد اللي قل من 10 سنين ما كنعطيوها لهمش نهائيا. ممنوعه منعا كليا نعطيو زريعه الكتان للوليدات اللي قل من 10 سنين. اذا علاش؟ لان زريعه الكتان الا عطيناها للوليدات اللي قل من 10 سنين كتسمم لهم الكبد ديالهم، ديال الكبده كتسمم، وكيمكن تضاعف في بعض الامراض مثلا بحال ليباتيت، يعني بوصفير الكحل كما كنقولوا ليباتيت بي، وبعض الامراض اخرى. اذا نحاولوا اننا نتجنبوها. نعم. الفقر الدم خاص الوليد ياخذ بعد الدواء ديالو، هذه اول حاجه، لان ديك الكميه ديال الحديد كنلقاوها الا في الدواء. عاد المساعده، عطيه شويه ديال العسل الحور مثلا، واحد معلقه صغيره في الصباح او معلقه صغيره في الليل. دخلي ليه مثلا شويه الزنجلان مزيان، تعطيه واحد التغذيه اللي تكون متكامله ومتوازنه. هذيك غيستافد منها اكثر انك تعطيه هذه المواد هذه. نعم. بالنسبه لفقر الدم، شنو اللي في انواع الزريعه كيصلح؟ الزنجلان. الزنجلان مزيان لفقر الدم لانه نعم غني، يعني فيه المواد، يعني فيه لافيريتين ناتوريل، فيه كذلك مواد اللي كترفع لينا من الانتاج ديال الكريات الحمراء. كنقصدوا الحديد اكيد. نعم، وكيت فيه مواد اللي كتساعدنا في داك يعني النسيج العظمي انه كيفرز لنا هاد الكريات الحمراء بكثره. ليلى كانت باغا تسولنا على زريعه الكتان وعلاقتها بزياده الوزن دكتور عماد. نعم، زريعه الكتان وزياده الوزن، يعني خصك واحد الكميه كبيره باش تزيد في الوزن، ولكن الا فتنا هذه الكميه كبيره كيمكن تاثر لينا على الصحه ديالنا. فانا من الناس اللي شويه ما كنبغيش نستعمل زريعه الكتان في الاستعمالات يعني اليوميه، فمن الاحسن اننا نتجنبوها، لان غير كتبان واحد لا طوندونس كنولي خصنا نديروا بها كل شيء. شكون اللي يقدر ياكل زريعه الكتان؟ نعم، شكون؟ الانسان اللي صحيح ما عندوش مشاكل صحيه. اكيد، وزريعه الكتان. نعم، وفقط جوج الاسابيع. مرحبا. فزريعه الكتان اصلا يعني في كصيدلي او في الصيدله تستعمل لمشاكل الجهاز التنفسي. اذا كتحيد لينا يعني داك البلعوم اللي كيكون اللي في الصدر باش كتخويه، كتنقص من الكحبه، وكتعاون الجهاز التنفسي باش كيعطينا واحد، كيكون عندنا واحد التنفس اللي مزيان. هذا من جهه، ومن جهه اخرى بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من القبض. هذو هما جوج استعمالات اللي كتنصح بها الناس طريقه الاستعمال. فزرعه الكتان ما كنطيبوهاش، كنطحنوها معلقه كبيره ديالها، وكنخلطوها بواحد كاس صغير ديال العسل الحور، يكون واخا يكون ديال الليمون ماشي مشكل، معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره في الليل، بالنسبه للناس من 13 فما فوق. اللي عنده قل من 13 سنه؟ لا. نعم، اللي عنده قل من 13 سنه ما يستعملهاش، واكيد اننا 15 يوم فقط ديال الاستعمال ديالها باش ما تعطيناش الاعراض الجانبيه. تفضلي، عندك سؤال على زريعه الشيا. ايه، انا ماما عندها دابا 60 عام وتتقهر هذيك الصهبه كي تنقولوا حنا. نعم. واش تقدر تنفع هذه زريعه الشيا؟ وشحال المده تاخذها؟ نعم. نعم، سؤال مهم. نعم، مزيانه ليها، مزيانه كما قلنا التوازن، غير ما تفوتيش الوالده معلقة صغيرة قلنا في الصباح ومعلقة صغيرة في الليل، هو أقصى حد. ما تيلا خدينا غير معلقة صغيرة في اليوم راه ماشي مشكل، وما عندهاش حتى شي تأثير، يعني مزيانة لها، ما عندها حتى شي أعراض جانبية. وشحال ما خداتها وشحال ما كلاتها، راه كيما كتاكل الأكل كيمكننا نستعملوا حبوب الشيا في التغذية ديالنا. معنا هند من الدار البيضاء. الله يفلم مي ما فاتي، الله يخليها لك. أهلا بك هند.
اسئله كثيره وكنطلب منكم نلخصوا. اهلا تفضلي، مرحبا بكم مع دكتور عماد. عندك سؤال على زريعه الكتان؟ بيان سور وي. دابا انا كندير كاع لي غران كاملين، كندير نفس المقاييس وكننقيهم بحال دابا الكام. نقول ليه اكيد اكيد نتقاسموا معك اختي. يلا فوالا كندير سمعتها في التلفزيون، ما نقولش تشمل اذاعات من التلفزيون دكتور نيت. كندير كامون والنافع والزجلان وحبه حلاوه وزريع الكتان وذاك حبة السوداء، هادو كاملين كندير مثلا مقدار متساوي. واللي كيتحمر كيتحمر بحال زي الكتان ما كنحمرهاش، وكنديرهم في بواطه. وملي كنبغي نعجن كنهز واحد انكويار صغيره ديال القهوه وكنلوحها في العجانه. واش صحيه ولا ماشي صحيه؟ نعم. غير الحبه السوداء، شنو كتعني بالحبه السوداء؟ هذاك سانوج. انا يعني تعمدت نسولك هذا السؤال هذا، لان عرفت الحبه السوداء غادي تستعملي فيها الشانوج. فالشانوج اختي ماده سامه وكنهضر عليه شحال من مره. الشانوج اللي كيكون داير بحال الزريعه الكحله صغيور، هذاك هو الشانوج. الحبه السوداء او حبه البركه كتكون دايره بحال العديسات كحلين. اذا عديسه ماشي البافو، حيت ما كنفهمش ما كنعرفش انا عطاوني البافو. لا ماشي البافو، حيت البافو حتى هو جاي غادي نهضروا عليه. ماشي البافو ماشي داك الخشخاش اللي كنديروا في فوالا اللي كنديروا في الخبز. لا، الحبه السوداء دايره بحال العديسات، العدس. شي العدس؟ لا دا ماشي عدس، هي طويله فوالا. انا فهمتك. دابا حنا دابا كنحاول نشرح باش انت تفهمي، وحتى الاخوات كيسمعوا خصهم حتى هما يفهموا. صافي. اذا الحبه البركه والحبه السوداء هي دايره بحال العديسات مدورين كحلين وجاج، يعني ملي كتقيسهم بسنانك بحال الجاج دايرين وكيبريو كحله. اما الشانوج اللي هو ماده سامه اللي فيها لو سيانوغ. سيانوغ عرفتي شنو هو السيانوغ؟ هو داك السم اللي كيكون عند اللفعه. ففي الشانوج كيكون هذا لو سيانوغ او لو سيانوغ دو بوتاسيوم، هذا اللي عباره على واحد السم قليل كيكون عندنا في هذا الشانوج. ولكن ملي كنكثروا الحبات ديال الشانوج كتولي عندنا واحد القيمه سامه اللي كتاثر لينا على الدماغ ديالنا، وخاصه الوليدات الصغار. اذا الشانوج ما نستعملوش، نستعملوا حبه البركه. حبه البركه كي خصها تكون مطحونه باش يمكننا نستافدوا من المزايا ديالها. فماشي مشكل انك هاد المكونات كلهم تستعمليهم، وغتحيدي منهم زريعه الكتان وغادي تحيدي منهم الحبه السوداء، لان بجوج بهم الى تخلطوا كيعطيونا واحد المركب اللي كيكون صعيب في الهضم. فماشي مشكل حبه حلاوه، ماشي مشكل الكمون، ماشي مشكل النافع. وكما قلتي معلقه صغيره ما ضراش وما غتاثرش على على على, على, على العجينه ديالك. وتبارك الله عليك، الثقافه حنا طبعا كنرسخوها وكنزيدوا ننميوها معكم ومع دكتور عماد. نذكر بانه رئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه.